نعم بالطبع، كما ذكرنا القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ستكون جزءا من هذا الائتلاف الحكومي ربما للمرة الأولى منذ قيام دولة إسرائيل. وقع حزب عربي اتفاق ائتلافي مع حكومة إسرائيلية. بالنسبة للقائمة المشتركة كانت هنالك جلسة جمعت مركباتها الثلاث والمواقف هناك واضحة. حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان قد أعلن سابقا وكرر إعلانه بأنه سيصوت ضد هذه الحكومة برئاسة نفتالي بنت اليميني والذي يحمل طبعا فكرا استيطانيا. حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حتى الآن يعلن بأنه سيصوت أيضا ضد هذه الحكومة. الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد طيبي لم تعلن موقفها النهائي وربما تنتظر الجولة الأولى من التصويت ووفقها إذا كان هنالك حاجة قد تمتنع عن التصويت، بمعنى أنها لا تصوت مع ولا تصوت ضد هذه الحكومة لتنقذها من أن تسقط عن طريق الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضد هذه الحكومة. ولكن لنتحدث أكثر في هذا الموضوع، معي هنا ضيفي دكتور جمال زحالقة أمين عام حزب التجمع الديمقراطي الوطني وأيضا عضو الكنيسة السابق عن حزب التجمع. أهلا بك دكتور جمال زحالقة، حدثني أكثر عن موقف حزب التجمع من رفضه لهذه الحكومة. نحن سنصوت ضد هذه الحكومة لأنها بكل بساطة تعبر عن الإجماع الصهيوني، هي تستند إلى استمرار الاستيطان، استمرار الاحتلال، تهويد القدس وفي بند خاص في البناء في القدس، وتستند إلى استمرار حصار غزة والمساس بالأقصى واقتحام الأقصى والتمسك بقانون القومية. كيف لنا أن نصوت الحكومة من هذا النوع؟ يعني هي حكومة مبادئها معادية لنا، فباعتقادي أنه الأصل أن نصوت ضدها. هذا لا يعني أننا لا نهتم بقضايا الناس الحياتية اليومية، العمل، التعليم، البنى التحتية، الزراعة، الصناعة، المواصلات، كل والصحة، كلها أمور نحن نهتم بها ونناضل من أجلها. لكن الاستراتيجية التي اعتمدناها حتى الآن هي أننا ننتزع حقوقنا انتزاعا ولا نقيم صفقات مع الحكومة، صفقات يعني فيها يجري التنازل عن مبادئ سياسية مهمة ومركزية وثوابت حتى في سبيل الحصول على ميزانيات هنا وهناك. لكن هنالك توجه يقول بما أننا نشارك في هذه اللعبة السياسية في الكنيسة فما الضير بالحصول على بعض الحقوق مقابل أن نكون جزءا من هذه الحكومة؟ نحن طبعا في الكنيسة، والسؤال ماذا نفعل بالكنيسة؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني ليس كل شيء مباح في إذا كنت في الكنيسة كل شيء مباح، لا، احنا بالكنيسة نعبر عن مواقفنا السياسية، نتمسك بثوابتنا، لا نقدم تنازلات سياسية. حتى الآن يعني لما كان حتى حديث عن ميزانيات 10 مليار في الدورة السابقة، نحن لم نقدم أي تنازل سياسي في المقابل. هذه هي المشكلة الآن، والانضمام إلى الحكومة مع سياسات من هذا النوع هو يعني تنازل سياسي كبير وتنازل عملي عن كل الثوابت. لو تحدثنا عن المواطنين العرب هنا بالداخل، كيف تتوقع أن تكون سياسات هذه الحكومة تجاهنا، خاصة وأن وزير الشرطة سيكون من حزب آخر من حزب العمل؟ الناس يعني بعد الهبة الشعبية المباركة التي كانت عبروا عن غضبهم وعبروا عن رأيهم في هذه الحكومة وفي هذه السياسات. يعني كان استفتاء للشباب وللجميع، قالوا رأيهم أننا ضد هذه السياسة، عكس ما كان من يعني ما حدث مع الموحدة عندما انضمت إلى الحكومة في اتجاه معاكس لرأي الشارع الذي جرى التعبير عنه في الهبة الأخيرة. طبعا المواطنون العرب يناضلون من أجل انتزاع حقوقهم، وقد استطعنا انتزاع حقوقنا، والحق في الأمان ومحاربة الجريمة هو حق أساسي سننتزعه بنضالنا. شكرا لك. إذن هذه كانت مواقف الحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهذه بعامة الصورة بالنسبة لمواقف الأحزاب العربية من الحكومة المتوقع أن تنال ثقة الكنيسة اليوم. شكرا إيمان جبور من كفر قرع.